المعدات والتكليف باش نحافظ على اللقب ديال الاحصاء الرياضيه. ماشي بزاف، خاص المثابره، خاص الصبر، العمل، الجديه في التدريب. الحمد لله جات نتيجه، جات بطوله العالم ودرت وصفه بطوله العالم وتورنوات اخرين اللي حصلت فيهم على الميداليه الذهبيه، وهذا يعني كيشرف جميع النساء المغربيات ككل. وكنبغي نشكر يعني صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله على يعني على الفرحة ديالو مع الشباب الرياضيين ديالو، والفرحة ككل بصفة عامة مع المنتخب الوطني لكرة القدم. كنشوفوا داك الخروج ديالو يعني مع الجماهير المغربية شجعنا وحفزنا أننا تحنا نقولوا الكلمة ديالنا بجميع المحافل الدولية وعلاش الألعاب الأولمبية إن شاء الله. وكنشكروا جواد بلحاج رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة اللي كيدعمنا من دوره، والجميع الشباب المغربي، خواتاتي، الوالد، راجلي، بناتي، كلشي كنبغيو نهديو له هذا اللقب هذا بالمساعدة ديالهم ككل. صراحة الطموح ديالي ديما كطموح ديال أي رياضي في المنتخب الوطني، وهو الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، وميدالية بطولة العالم إن شاء الله الذهبية علاش لا، وهذا هو اللي كنطمح ليه انا حاليا. الحمد لله يعني تات تعدي بنيتها اللي هي سلطانه، وهذا الشيء يعني فضل من عند الله، حرمني الله من المشاركه في طوكيو. وان شاء الله باريس، يعني خديجه كما معروف عليها بطله التحدي، كنتحدى اي حاجه على قبل الحلم ديالي، والحلم ديالي غنوصل ليه. هما كيحبسوني لا ولادي لا حتى شي حاجه، كما كتحبسني على الحلم ديالي. وكنوعدكم ان شاء الله بالذهبي في الالعاب الاولمبيه.